إبراهيم. والحقيقة إحنا في 2003 أو في 2004 أنا رجعت نوار كنت لسه نايم جديد بستلم، والدكتورة الفوزية قالت لي روح على اسم ثلاثة. أنا كنت ساعة نايم وأنا رايح اسم ثلاثة عشان أعرف أخلص تخصصي. وبعدين لما رحت قابلت الدكتور راجع عبد الهادي في ذلك الوقت كانت أول مرة أتقابل مع الدكتور راجع. الحقيقة أنا أدركت بعد شهرين أو ثلاث شهور من استلام النيابة إن أنا اللي كسبان مش اللي رايح يبطل تخصصي هو اللي كسبان. واعتقد ان ده ينطبق عليا وينطبق على زملائي الاخرين اللي دخلوا معانا اسم ثلاثه. احنا تعلمنا من الدكتور رجع تاني كتير، تعلمنا منه الصبر، تعلمنا منه التواضع، تعلمنا منه ازاي نتعامل مع العيان، انه العيان اللي موجود ده اب او اخ او ام او بنت ايا كان شكله، تعلمنا ازاي نبقى نقرا وندور ونشوف. اتعلمنا منه الحلم وسعه صدره وهو بيستحملنا انا ومصطفى كتير وزملائنا في مواحينا معاه واحنا بنغلبينه ليل ونهار. احنا يعني بنرجو له الصحه وبنرجو له مزيد من التواضع وسعه الصبر يستحملنا كتير، احنا لسه هنتعبوا اكتر من كده. وبرضه زملائنا في اسم ثلاثه و 14 وصلاح كامل استاذتنا في الضمه، احنا هنحيي الدكتور رجعي عبد الهادي وهنكرمه على ما قدمه وما سيقدمه لينا ان شاء الله في الفتره الجايه. دكتور منى الخضري، اتفضل دكتور رجعي معاك حضرتك. بس يا احنا بنبارك لها نجح في البترول اول مره، وانا بقول لبارك الدكتور صلاح قبل ما نبارك الدكتوره منى. معنى كده يا باشا؟ الواحد ينجح في البترول اول مره في اسم البطه دي تعتبر زي صوت حد على الكيان. أشكركم الحقيقة، يعني زي ما أنتم بتقولوا أنا برضو اتعلمت منكم كتير، استفدت منكم كتير. والحقيقة يعني ما كانش ممكن إن الاسم ثلاثة يستمر النجاح والتقدم لولا إن في جيل فعلا مختلف وله أفكار مختلفة، جيل جريء بيكسر الجبال ويعرف يشق طريقه في وسط الصعاب. اشكر الجيل ده كله الحقيقه، يعني انا هفضي الجلسه ونبدا بقى العمل. ارجو